السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. النهاردة معانا موضوع مهم جدا، هنتكلم عن القيم الاجتماعية وإزاي إن احنا نغرسها في أطفالنا وخصوصا في بداية سن المراهقة، لأن هو ده السن اللي بيكون فيه الطفل لسه يعني لسه كبر في سنه مثلا كده، ما بيقدرش إن هو يتعامل مع الناس التانية، بيكون في مشاكل بينه وبين الأب وبينه وبين الأم، وازاي الاهل يعرفوا انه يعني قيمه المسؤوليه والتسامح ويعرفوا طفلهم ده ويغرسوه فيهم من اول وهو طفل. كل ده واكتر هنعرفه مع ضيفنا اللي مشرفنا الاستاذ عبد الرحمن عاشور، الاخصائي الاجتماعي وباحث دكتوراه بجامعه حلوان. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه كده، من وجهه نظرك استاذ عبد الرحمن، يعني عايزين برضو نعرف ايه معنى قيمه القيم الاجتماعيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يفضل الصلاة والسلام. بص، في البداية احنا هنعرف مصطلح القيم. ده مصطلح كبير قوي، وطبعا بيضم تحت منه قيم كتير قوي احنا هنعرفها دلوقتي. تمام. القيم عبارة عن مجموعة من المعايير اللي احنا بنحكم بيها على الأشياء بالحسن والقبيح، يعني بالشيء الكويس والشيء اللي مش كويس. يعني القيمة دي أنا أقدر من خلالها بحط مجموعة معايير، والمعايير دي أنا بصنفها، بشوف إيه هي المعايير دي، إيه هي القواعد اللي أنا حطيتها دي عشان أقدر أحكم على الشيء اللي حضرتك هتمارسه أو هتطبقه أو هتتفاعل بيه مع الآخر، تمارسه كسلوك يعني بينك وبين الآخرين في المجتمع على أساس مضبوط أو على أساس حسن غير قبيح. وهي برضو بنعرفها إن هي إيه؟ إن هي الصفات والخصائص المرغوب فيها، مرغوب فيها يعني شيء كويس. تمام؟ وبتضبط حياة الأفراد. يبقى إيه؟ يبقى الصفات والخصائص المرغوب فيها والمحببة لدى أفراد المجتمع. طبعا أفراد المجتمع ده إحنا النهاردة الأب والأم، أفراد المجتمع كله، بس إحنا هنجيبها من الأول. بالظبط كده، إحنا هنجيب الطفل من البداية، من البداية هنتكلم عن الطفل من البداية. وبرضه هي ليها تعريف آخر، هي إيه؟ هي مجموعة الأفكار والاهتمامات والمعايير المرغوب فيها برضو اللي بيكتسبها الإنسان. طبعا الإنسان برضو هنتكلم عن مرحلة مرحلة فيهم، بس احنا هنتكلم عن مرحلة الطفولة. ايه؟ بما ان برنامج الحلقة هنتكلم عن مرحلة الطفولة. انت حضرتك تقصد القيم الاجتماعية يعني اللي هو اللي بيحط اساس ليها المسؤول اللي عن الطفل، مش المسؤول عن الطفل. القيم الاجتماعية دي يا فندم مكتسبة. يعني احنا ما بنورثهاش، غير موروثة، مكتسبة، يعني نتعلمها من الأسرة أولا، الأسرة اللي هي العائلة. وإذا ما كانتش موجودة العائلة، لأن في أطفال لا تعيش أطفال داخل أسرة، تعيش في مؤسسات زي الأطفال الأيتام وغيره، زي أطفال الشوارع وغيره. فده طبعا الأطفال دي بتتعلم القيم داخل الأسرة. طب اذا ما كانش الأطفال بالظبط كده، الأطفال اللي ما عندهمش أسرة ازاي يقدروا يتعلموا القيم الاجتماعية؟ في البيئة المحيطة. البيئة المحيطة اللي هي ايه بقى؟ لو الطفل داخل مدرسة هنا بيكتسب قيم، لو الطفل داخل مسجد هنا بيكتسب قيم، داخل لو الطفل داخل مثلاً اي مؤسسة في الجامعة او في المدرسة سوري بيكتسب قيم، في النادي يكتسب قيم، مع اصدقائه يكتسب قيم. فالقيم مكتسبة من الجميع. لما نيجي لسه احنا بنعرف القيم، بنقول ان هي ايه؟ مجموعة الافكار والاهتمامات، افكار الطفل واهتماماته، وبرضه ومجموعة المعايير اللي احنا لسه هنتكلم عليها دلوقتي، اللي ايه؟ اللي بيكتسبها الانسان. مجموعة الافكار والاهتمامات والمعايير دي مرتبطة باهداف المجتمع. يعني بتحقق الصالح العام للمجتمع. مجموعة الافكار والاهتمامات ديت مرغوب بها، مرغوب بها يعني ايه؟ يعني صالحة زي ما قلنا في الاول ان هي شيء حسن. وبرضه مكتسبة، يكتسبها الشخص. نكتسبها ازاي بقى؟ او نكتسب القيم منين؟ القيم نكتسبها عن طريق الشرائع من الدين. يبقى يعني القيم بنكتسبها من الدين، من الشرائع، من الشرائع. يعني الدين الاسلامي على سبيل المثال، مثلا ايات كتير قوي اتكلمت عنها، يعني مثلا فاقم وجهك للدين قيما، دي ايه بتوضح يعني ايه قيمه، يعني معتدله مستقيمه، يعني تتكلم عن ايه؟ عن انك تمارس الدين بطريقه معتدله، او تمارس الاخلاق بطريقه معتدله، او تمارس الخبرات او الافكار او الاهتمامات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بطريقه معتدله. ايه بقى هي المعايير اللي احنا اتفقنا عليها من شويه؟ وبرده مع المعايير دي برده يا استاذ عايزين نعرف برده يعني ازاي نغرس القيم الاجتماعيه دي في الاطفال من صغرهم، وخاصه قيم المسؤوليه، ان هو يتحمل مسؤوليه، وقيم التسامح، ان هو يكون متسامح مع الناس، لانهم اهم قيمتين المفروض تكون موجوده داخل الاطفال من بدايه سن المراهقه. تمام.
بص يا فندم، احنا الاول هنبدا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ علموا اولادكم الصلاه لسبع. تمام. وكملت واضربوها لعشر. نعم. كملت كمل نكمل الاحاديث ده بمقوله سيدنا علي اللي قال ايه؟ لاعبوهم لسبع، ها، وعلموهم لسبع، وايه؟ وصاحبوهم لسبع. يعني اول سبع سنين انت هتسيبه يلعب، طبعا لعبه موجه مش لعب فوضوي. ازاي؟ لعبه موجه. يعني ايه لعبه موجه؟ يعني انا ابتدي الاحظ الطفل اللي هو في الاسره اللي هو ابني ابن حضرتك، ابتدي الاحظ اشوف طريقه لعبه ازاي. بمعنى في عنف ولا لا وكده؟ في عنف ولا لا؟ بيحب يتفرج على ايه؟ يعني التلفزيون مثلا، في زي ما حضرتك بتتكلم عن اللي احنا دلوقتي في برامج كتير قوي بتبص مش عارف ايه، وفي أيوة. افلام ايه وحاجات كتير احنا خلاص اصبح بواقع علينا بمواقع التواصل الاجتماعي بالتلفزيون الخ الخ، كل الكلام ده واقع احنا عايشين فيه. يبقى اذا انا لازم اشوف الطفل بيلعب ازاي وابتدي اوجه سلوكه، هل سلوك عنف، هل في كذب، هل هل هل، وابتدي اتابع السلوك ده. طبعا احنا بنتكلم على القيم، فابتدي اشوف عنده أمانة في طريقة لعبه ولا يشوف صادق في طريقة لعبه، بيتعاون مع الغير في طريقة لعبه، بيعمل إيه. طيب إحنا قبل ما نتكلم برضو نغرز، إحنا عايزين نعرف إيه اللي هنغرزه. حضرتك اتكلمت عن المسؤولية والتسامح وهم عناوين كبيرة قوي للطفل، في كتير قوي من القيم إحنا لازم برضو يعني إيه نذكرها للناس. تمام. إحنا لو قلنا التسامح وقلنا المسؤولية، نتكلم عن التعاون، لأن كل ده في دايرة واحدة. نتكلم عن ايه؟ العطاء، نتكلم عن الصدق، نتكلم عن الامانه، عن التضحيه، عن الايثار. ايثار يعني ايه؟ يعني ازاي الطفل ده يقدر يتخلى عن شيء بيحبه لغيره. لغيره انا اقدر اتخلى عن شيء انا بحبه لغيره. لكن حضرتك ذكرت وقلت لي ان ازاي نغرز القيم دي، علشان ما نطولش، موضوع غرز ده مهم جدا. نغرز ازاي؟ اولا اول نقطة مهمة جدا عن طريق القصص. انا بغرز القيم عند الاطفال ان انا احكي له قصة. تمام. طبعا الاول لازم نعرف ان الطفل في الاول وفي الاخر بيتعلم القيم عن طريق الاسرة او المكان اللي بيعيش فيه. اذا ما كانتش موجودة طبعا احنا نبتدي نقول عايش في مؤسسة، خلاص نبتدي بقى في الاجراءات الواقعية او في الاكشن او نبتدي في العناصر ازاي. أيه. هنعلمها له، هنعلمه نغرز القيم دي ازاي؟ بالظبط. عن طريق القصة، نحكي له قصة. ممكن احكي لحضرتك قصة سريعة ممكن تثبت في أذهان البعض. إزاي مثلا يعني إن مثلا أنا قصة بتتكلم عن الأمانة، عن الأمانة، بكرة مثلا عن قصة بتتكلم مثلاً عن التعاون. يعني كان في شخص حب يعمل تجربة، فجمع مجموعة من الأطفال وحط قدامهم إناء به طعام، وجاب لكل واحد إيه معلقة، بس المعلقة دي جابها بمغرفة طويلة. يعني إزاي يعرف ياكل؟ ما عرفش ياكل منها، المغرفة بتاعتها طويلة، فعشان يمسكها فخلاص الموضوع بقى صعب ان هو ياكل من الطبق ده. أيوة. فكلهم نفس القصه، هو طبعا عايز يعلمهم درس ان هو يتعاونوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض. طب هو مش عارف ياكل، وده مش عارف ياكل، وده مش عارف ياكل، يعملوا ايه؟ جابوا معلقه. ففضل يلاحظ فلا مش جابوا معلقه صغيره، هو يعني هو اقترح عليهم ان كل واحد يمسك معلقته وايه ويطعم الاخر. لان المعلقه طويله، فانا لما امد المعلقه يطعم الاخر والاخر. أيوة. يطعمني. فهنا زرع جواهم قيمه كبيره اسمها قيمه الايه؟ التعاون. تمام. قيمه الايثار، قيمه الاحترام، يحترموا بعض ويتعاونوا مع بعض. دي مثلا قصه. تمام. العنصر الثاني، ولازم برضو نقول العناصر بالترتيب، الموقف. وانا ماشي لازم اعلم طفلي عن طريق الموقف. الموقف يعني ايه؟ حاجه لحظيه، يعني حاجه حصلت قدامي، ابتدي انا اتدخل واقول له تعالى بص حصل ايه. زي ايه مثلا؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ كان يسير وبين اصحابه. يعني ايه؟ كان يمشي ما بين اصحابه، فلقى امراه حائره على ابنها، ابنها تايه منها وكده. فلما وجدت الطفل ده فضمته بين صدرها، يعني خدته في حضنها يعني. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ارايتم بهذه المراه طارحه ابنها او في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، يعني ازاي هتبني ابنها في النار مع انها قادره على ده؟ يعني لو هي قادره على ده. قال: فالله أرحم بعباده من هذه المرأة. هنا بنتعلم من الموقف. هنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف موقف للمرأة إنها بتدور على ابنها، وده حب. أول ما لقيته ضمته في صدرها فده حب أهو، فراح جاي متدخل بسرعة علم أصحابه الحب. إزاي يعلمهم الحب؟ عن طريق إن ربنا عز وجل بيحب عباده أكثر من هذه المرأة، وأكثر رحمة بعباده من المرأة بإيه؟ بولدها. ده موقف. يبقى الأول القصة مهمة جدا. القصة على فكرة ان الشباب او الاطفال حتى اليومين دول، سواء في السن المبكر او في سن المراهقة، بيميلوا الى انهم يسمعوا.
بيحب التشويق، بيحب القصه، لذلك حتى الافلام كلها قصص، المسلسلات أيوة كلها قصص. فاحنا لازم نديله قصص، بس طبعا قصص موجهه ايجابيه او قصص طبعا تعلمه قيمه معينه. العنصر الثالث بعد الموقف التعميم. انا ما ينفعش اعمم. يعني ايه ما ينفعش اعمم؟ يعني انا اعلمهم زي بعض ما ينفعش. لا لا مش كده، احنا لما نيجي نتفق مع الاطفال او ان انا هتفق ان انا هادي او هزرع في الطفل قيمه، لا اعمم يعني ايه؟ يعني ما اقولش بص فلان ده عمل كذا وفلان ده عمل كذا باسم واسمي واسمي واسمي، لا اعمم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فما باله اقوام، ما باله اقوام، وما كانش بيسمي حتى اللي كانوا بيؤذوه، كان بيقول ما باله اقوام فعلوا كذا وكذا. فوالله اني لاقي الحديث يعني فوالله اني اصلي وانام وافطر كده يعني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني انا كنت بعمل كذا وكذا، فاللي اتكلم عليه انا مش هذكره بسوء. ده العنصر الثالث، ما عممش حد بحاجه وحشه عشان اقدر اكسب الطفل اللي هو ابني قيمه ان هو لا يخص الشيء باذى او احد باذى. نخش بعد كده بقى على ايه؟ الموعظه. العنصر الرابع الموعظه مهم جدا، الموعظه السريعه. ابتدي اديله ملاحظات زي نصايح مثلا. نصايح سريعه بيسموها موعظه الدقيقه الواحده. ما استفدش بقى معاه عشان الطفل اصلا عشان ما ينساش اللي انا قلته له. هيمل مني هيسيبني او صح. هيخلع مني صح. ال ال الحاجه بقى المهمه قوي 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 العنصر الخامس هي القدوه. ازاي ان انا اقدر اشير اليه بالقدوه فلان؟ وبعدين القدوه ده موضوع كبير قوي، انا ممكن ايه اجزأ له القدوه. يعني مش شخص واحد اقول له بص ده بيعمل كذا وبيعمل كذا تعمل وبيعمل كذا زي. لا ممكن يكون الشخص نفس الشخص بيعمل حاجه غلط مثلا. لا يبقى انا اقول له ما تعملش كل حاجه، خد الصح مثلا منه واترك الخطا. جميل. صح كده؟ صح كده. يعني ايه انا لما اقول له خد استاذ عمرو قدوه ليك مثلا، هو راجل بيتحدث كويس، وخد استاذ محمد مثلا ده شاطر جدا في المدرسه، وخد مش عارف مين ده شاطر جدا في المجال الرياضي. وده شاطر جدا. فانا هنا ابتديت اجزأ له، تقصد ان هو ياخد الكويس من كل شخصيه، شخص. هنا انا جزأت له القدوه، فهو شايف ده كويس في كذا وده كويس في كذا، فبيقدر يعيش مع ده ويعيش مع ده. طب انا اقدر برضو ازاي اخليه ما ياخدش الحاجه الوحشه؟ ما هو مفيش حد بيعمل كل حاجه كويسه. ما هو هقول لك، هقول لحضرتك على حاجه. انا لازم الاول اهتم بالطفل. يعني دي نقط بقى ايه برضو في موضوع الغرس وتعليمه لازم اهتم وتدينه. لازم احسسه بالحب، لازم احسسه بالاحتواء، لازم احسسه بالتعلق. يعني لازم كل المصطلحات دي تكون موجوده. لازم اصبر على الطفل، لازم اكون معطاء للطفل، أصبر لازم عليه في التعلم يعني وانا بعلمه. طبعا حضرتك احنا في العلوم الاجتماعيه، وانا بعمل مثلا رساله ماجستير او رساله دكتوراه، احنا لو حبينا نغرس قيمه واحده فقط هنقعد شهور يعني. وربما ممكن ما نتعلمهاش في الاخر. طبعا الموضوع صعب جدا. يعني احنا لازم نصبر كتير قوي عشان نقدر نضيف او ننمي قيمه، مش هقول لك قيم، قيمه واحده عند الطفل. طب هل ده بيرجع مثلا لنسبه استيعابه ونسبه ذكائه، ولا بيرجع لايه؟ بيرجع للسلوك. هو اكتسب شيء، ما احنا عشان كده بنقول لازم نبدا من الطفوله. احنا الاول هنبتدي من اول 7 سنين نزرع 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 كل القيم او كل الحاجات الكويسه في الطفل. طبعا القيم اصلا يعني مكتسبه ازاي؟ بطريقه غير مباشره. يعني انت لو قعدت تناقشه بص ما تكذبش، بص مش عارف ايه، بص مش هيكون مجزي قوي زي ما انا امارس قدامه القيمه. ده يعني لسه هنتطرق له. طب في عناصر تانية لغرس القيم ولا هم الخمسه دول كده ايه اوضح حاجه عشان ما نتوهش دول الناس؟ ابرز حاجه نقدر نغرس بيهم القيم بالترتيب. وفي حاجات تانية كتير. تمام. طيب احنا عايزين برضو نعرف الخطوات الاساسيه يعني في تاسيس القيم الاجتماعيه للاطفال في سن المراهقه. طيب انا هدي برضو عناصر عشان الناس برضو ايه يعني الدنيا تكون مزبطه. تمام. اول حاجه احنا ختمنا بيها هناك القدوه، هنبدا بيها هنا في الخطوات. انا همشي خطوه خطوه. طبعا كله بادئ من عند الاسره. تمام. هي البدايه الاسره. اول حاجه الطفل وهو صغير، حضرتك انا بلاحظ مثلا وانا ماشي في الشارع او في اي مكان دلوقتي، الاولاد بيلعبوا كوره مثلا في النادي في الشارع في اي مكان. الكوره طبعا حضرتك عارف قد ايه لعبه مسيطره على الاطفال المصريين. اطفال العالم كله، لعبه المجتمع العالم كله. فابتدي اشوف الولد بيلعب مثلا يقول لك ايه مش عارف زيدان ميسي شوط مش عارف، يعني بيقلد. هو شايف ده بالنسبه له ايه؟ قدوة. كل حاجه قدوته. بس مش هينفع هو بيلعب يقول لك دكتور مش عارف مين مهندس مين. انت حتى لما تسال برضه اي طفل تقول له مثلا قدوتك مين، اكيد هيقول لك لاعب كوره، هيقول ممثل مغني. خلاص اتجه الاتجاه، وده طبعا ايه ممكن يعني نستفيد فيه فيما بعد،
الاتجاه كله نحو القدوة. الشيء اللي بيحرك المجتمع دلوقتي أشخاص شافوا فلان بيكتسب ماديات مش هنقول طبيعية، شيء مبالغ فيه، ومش عارف عربيات وفلوس والكلام ده كله، ما هو ده اللي ظهر قدامه. هيصدقني ازاي انا راجل بقول له اطلع مش عارف ايه دكتور مهندس وهو شايف الوضع بعينه؟ اصل هو مش يعني هو ذكي، هو بيفكر وعنده اهتمامات وعنده عقل. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ازاي القيم بنكتسب عن طريق مش عارف ايه الاديان وعن طريق العقل، ايوه طريق الضمير. فاحنا لما نتكلم ان العقل موجود يبقى لازم نحترمه، يبقى لازم هنا اول خطوه نقول القدوه. ازاي القدوه؟ انا اول حاجه ببرز لطفلي قدوه. شوف بقى انت عايز تختار له قدوه ايه وعيشه في القدوه ايه، كلمه عنها، خليه في العنصر الثاني بعد ابراز القيمه يهتم ويعجب، هو يكون معجب بالقدوه اللي هو ايه بيتابعها. يعني انا يحضرني يعني موقف هنا بسيط، كنت بشتغل زمان مع مجموعه اطفال في مؤسسه، طفل كان بيحب قدوه معينه، كان واخد قدوه معينه ليه، والقدوه دي انا كنت شايف ان هي يعني سلبيه، حد ما بيأديش اللي احنا عايزينه، حد فطبعا قعدت اوجهه. فالحمد لله المؤسسه عملت برامج وعملت برنامج معين، واختارت الطفل ده ان هو يكون مقدم للبرنامج ده. تمام، عملت بروجرام معين، البروجرام ده داخل المؤسسه ده يعني داخل المؤسسه، وابرزت له اشخاص معينه عن طريق بقى أشخاص في التاريخ الإسلامي، وأشخاص قدروا إزاي يخترعوا الساعة، قدروا إزاي يخترعوا مش عارف إيه، وابن سينا وابن رشد والكلام ده. أنا كنت لسه في هسأل فعلا حضرتك، أقول لك إزاي إن إحنا نخلي برضو إن إحنا نحدد له قدوة معينة. هنحدد له قدوة معينة، فحددنا له قدوة معينة، أو البرنامج بتاع المؤسسة أو اللي أنشأ البرنامج حدد له قدوة معينة. هو هنا أصلا كان بينفر تماما الناس دي. ما بيحبهمش. ما بيحبه، هو ما يعرفش حاجة عنهم، ما قرأش، ما فيش قصة اتحكت له. هو هنا لسه هيتحكي له، فقالوا له حضر انت هنا الشخص اللي ايه القائم بهذه الاعمال. فبدا يحضر وبدا ايه يستفيد في الموضوع ده. الحمد لله قدر ان هو يفهم ويعرف الدنيا جايه فين ورايحه منين. انا عايز اقول لحضرتك ان هو بعد فتره معينه لما اعد البرنامج ده وبدا يقدمه استفاد جدا، وبقت القدوه اللي عنده اتغيرت من هنا لهنا 180 درجه. ده الايه القدوه. العنصر الثاني كده خلصنا القدوه. دي الخطوه العنصر الاول او الخطوه الاولى. الخطوه الاولى قلنا لا الخطوه الاولى احنا قلنا ايه، قلنا هنبرز له القدوه. الخطوه الثانيه قلنا هيخليه يعجب بالقدوه. الخطوه الثالثه بقى انا هبتدي ادعمه. خلاص انت هنا اعجبته، هنا انا هخليك تحقق ازاي ده بقى؟ اخليك تحقق ده، تشوف انت بتحب ايه وتعمله، واوجهك عشان تعمل نفس اللي الشخص ده عمله. اساعده واشوف بقى ايه النقطه الرابعه بقى هنا، اشوف جماعه الرفاق بتاعته، جماعه الاصدقاء. طبعا انت حضرتك عارف ان اصدقائنا هم كانوا من الحاجات اللي بتاثر علينا جدا. اكيد طبعا الودن بتسمع جدا، والواحد بينتبه ليهم جدا، لان حضرتك اذا كان البيت بينفر الطفل على طول اصدقائه بيترمي في حضن اصدقائه وبيحكي وبيستفيد وغيره بيحكي، فالحكاوي بتبقى شهيه قوي يعني. ده بالنسبه للخطوات الايه العناصر بتاعتها سريعا يعني. طيب احنا دلوقتي عايزين برضو نعرف يعني، هو الشرط ان القيم اللي احنا بنتكلم عليها دي تكون موجوده في الاب او الام يعني علشان تكون في الاطفال؟ يعني لازم يكون الاب او الام عندهم القيم اللي احنا اتكلمنا عليها دي عشان يقدروا يدوها لاولادهم؟ تمام. بص يا فندم، لو القيم مش موجوده عند الاب، استاذن حضرتك قبل ما نجاوب على السؤال ده هناخد معانا استاذ ربيع من الشرقيه. الو. السلام عليكم فندم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ ربيع. أنا جد الحفيدين. نعم يا فندم؟ جد. أنا جد الحفيدين. تمام، اتفضل. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يعزك. الأولاد منهم واحد عنده 7 سنين جري تنطيط من غير فايدة، يجري من أول الصالة لآخر الصالة كده يعني. فبحاول بقدر المستطاع إن أنا أقدر أتكلم معاه. ما بوصلش معاه النتيجه، هو اللي في دماغه في دماغه. ما بيسمعش حضرتك يعني؟ نعم. ما بيسمعش حضرتك، ما بيسمعش الكلام حضرتك. بيسمع وبيخاف، وبشوف نظره خوف في عينيه فبقلق يعني، انا بزعل لما بيخاف مني. ايوه تمام. يعني ما اعرفش ده اسلوب في التربيه ولا اسلوب اجتماعي عامه في الاطفال. فعايز راي حضرتك. تمام خالص. خلاص تابعني يا استاذ ربيع، تابعني. مع السلامه.
يعني هو هو خايف يخوفه وفي نفس الوقت مش عارف يعمل معاه ايه. بص يا فندم، هي الاطفال كلها دلوقتي يعني مش عند حضرته بس، الاستاذ رائد 7 سنين برضه لسه صغير، لسه صغير. هنا في ملحوظه مهمه جدا عند الاستاذ رائد لازم يعرفها. احنا كنا لسه بنتكلم ايه، علموا اولادكم الصلاه لـ7، يعني هتبدا من 7. طبعا قبلها انت بتحاول تديله جرعات علشان يبتدي يتعلم. قبل الـ7 سنين الطفل بيكون اكتسب في خلال الـ7 سنين دول 70% من شخصيته. قبل الـ7 سنين 70% من شخصيته، تمام. في خلال العمر ده اللي هو لحد 7 سنين الطفل غالبا ما بيسمعش. هو طبعا الجهاز السمعي شغال كويس بس ما بيسمعش. ما بيسمعش ازاي؟ يعني بيحب يشوف، بيحب كل حاجه يشوفها. ممكن حضرتك تقول له ايه، اديني الكوب ده، اديني المايه دي، اديني المايه دي يا ابني، اديني المايه دي وهتزعق. مش هيسمعك لان هو مشغول بلعبه معينه، مشغول بمشاهده معينه. فانت لازم هنا تبتدي تلفت نظره وتكلمه عن طريق الاشاره ان هو يشوفك ويبتدي يتحرك، لان هو غالبا بيشوفك اكتر ما بيسمعك، ده في العمر الاول. ايوه. اتنين، لازم حضرتك الحوار. طفل صغير، كبير لازم احترمه واحسسه بقيمته، ولسه طفل صغير لازم كتير يحصل حوار كتير ما بينك وبينه، اللي هي المناقشه، اتناقش معه. والحوار ده بيكون ايه؟ حوار لفظي، يعني انت كلام بتقوله وهو كلام بيسمعه منك. طبعا هو في الاول هيبتدي يحس ان الكلام ده مش فاهم منه حاجه. أيوة. بس انت هتبتدي ايه، تمشي خطوه خطوه ورا، اتكلم معاه كتير، وزي ما قلنا نحكي له قصص كتير، نخليه يشوف نماذج كتير، بلاش الحاجات اللي هي بتخليه يركز وينتبه ورا الالعاب والفيديو، لان ده بيخليه برضه يغيب شويه عنك ويبقاش ايه قادر يسمعك. طيب احنا معانا اتصال تاني. استاذه دوابه من اسوان، اتفضلي. دوابه من اسوان، ممكن اقول رايي بعد اذنك؟ اتفضلي. حضرتك اي قيمه عايز يزرعها الابوين في الطفل بتبقى من الطفوله، اما بعد مرحله الطفوله ممكن، بس اهم حاجه ان هم يستحسنوا بالله ان ربنا يوفقهم في ان هم يزرعوا اللي ما قدروش يزرعوه في الطفوله. بس صح. اهم حاجه حضرتك ان احنا يبقى قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اكيد ندور على القدوه اللي هي ربنا سبحانه، حبيب الله رسول الله عليه الصلاه والسلام، اهم قدوه عندنا. وقدوه الابوين قبل ما يبدا قدوه، هي دي كانت اول كلمه قالها الاستاذ اول معهد، قال ان احنا بناخد قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام. فعلا تمام، قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، الاولياء. نقص قصص الرسل والانبياء واللي شافوه في الحياه وطريق الاستقامه وحب الله ليهم وتأييد الله ليهم، ده كله بيقوي عند الاطفال الاراده والعزيمه وبيخليهم ماشيين على الطريق المستقيم. صح. وحضرتك واهم قيمه هي طبعا قيمه مراقبه الله، دايما الطفل والكبير يكون دايما مراقب لله في كل افعاله. والقيم الاجتماعيه طبعا مهم جدا ان الانسان يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الاثم والعدوان، لان البر والتقوى فيه رضا الله، اما الاثم والعدوان فيه غضب الله. صح. ودايما الانسان يا ما يتقي الله ويراعي الله ويعمل مجهود بتربيه اولاده ويبعد عن الظلم، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ربنا سبحان الله وتعالى بيكافئ الانسان اللي تعب وركز على تربيه اولاده وغرس فيهم كل القيم السليمه، ربنا سبحان الله وتعالى بيكافئ دنيا واخره. ولعلمك النجاح ان الانسان يطلع ولد ناجحين في المجتمع وسبب للخير في غيرهم، لنفسهم ثم لغيرهم، يعني يكون سبب في تقدم الناس، سبب في الخير للناس، سبب في اصلاح الناس، لان اقرب الناس الى الله واحسنهم الى انفعهم للناس. فحضرتك يعني دائما اي قيمه بيزرعوها الام والاب من الصغر، ثم بعد كده لو ما قدروش يستعينوا بالله وبيحاولوا. تمام يا استاذه دوابه، انت اسعدتينا والله بمكالمتك، تابعينا، شكرا ليك. هي الاستاذه دواب قالت كلام برضو كلام جميل، كلام جميل جدا. هي طبعا كانت بتقصد ان هي تقول مراقبه الله عز وجل. طبعا احنا في قيم هنا، احنا القيم طبعا انواع كتير قوي. احنا القيم بتاعتنا النهارده تحمل المسؤوليه والتسامح، في قيم دينيه وقيم هي برضو يعني كانت مداخله كويسه برضو، جميل ما شاء الله. طيب احنا برضو عايزين نعرف يعني في نظر حضرتك، يعني شايف دلوقتي ايه اللي محتاجه المجتمع علشان نرتقي بالقيم اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي التسامح وتحمل المسؤوليه؟ طب كويس، قبل ما نخش في التسامح وتحمل المسؤوليه كقيم، وايه اللي محتاجه المجتمع؟ المجتمع طبعا محتاج تغيير. طبعا في حاجه اسمها تغيير، التغيير ده لما يجي يحصل او التغير ده لما يجي يحصل
لازم يواجبوا. معلش احنا قبل ما نجاوب معنا استاذ رجب من الاقصر. استاذ رجب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حقيقي بعينك المحترم وقناه صحه وجمال وجميع العاملين كل واحد. الله يخليك الله يخليك اتفضل. والله انتوا بتعملوا حلقه جميله للاطفال. بس يا ريت عاوزين ننبه نقول التوك توك والمخدرات اكبر جريمه قنبله موقوته. أكيد والله. أكيد يا أستاذ رجب والله. بس هو ده ممكن نعمله في حلقة تانية. بس يعني إحنا موضوعنا النهاردة عن القيم والتسامح والتحمل المسؤولية. برضو اللي حضرتك بتقوله ده إن شاء الله هنناقشه في حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله. أنا بحييك وبحيي لبك المحترم وبارك الله فيكم. الله يخليك يا أستاذ. الله يخليك يا أستاذ رجب وتابعنا. اتفضل مع السلامة. نعرف بقى إيه اللي محتاجه المجتمع من قيم علشان نرتقي بيه. طيب نمشي خطوة خطوة كده. المجتمع ده اللي هو بيحيط بالاسره بالانسان عموما يعني هنبدا من بدايه الطفل. يعني المجتمع قصدي حضرتك تقصد الاسره مجتمع الاصحاب مجتمع المدرسه مجتمع المدرسه مجتمع النادي مجتمع المسجد مجتمع كل شيء بيعدي عليه الطفل كل شيء الطفل بيشوفه كل شيء عايش فيه الطفل وبيمارسه ده مجتمع مجتمع هيتعلم منه حاجه هيتعلم منه هيكتسب منه كتير قوي مش هيتعلم منه حاجه كمان بقى ايه اللي حصل وخلى المجتمع دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل وقفه ونغير كل الكلام ده ان في حاجات طرقت على المجتمع ما كانتش موجوده زمان ما كانتش موجوده في السابق ما كانتش صعبه علينا ان احنا نقدر نقيمها او نقدر نظبطها. ايه اللي حصل؟ عندنا بقى مواقع التواصل الاجتماعي عندنا اعلام قنوات تلفزيون. زمان انا افتكر ان كان في ثلاث قنوات في اربع قنوات ثلاث قنوات بتفتح الساعه 4 العصر القناه بتفتح الساعه 4 العصر وتغلق بدري في 8 كان في متابعه ورقابه شوف احنا هنجاوب على السؤال بطريقه الحقيقيه المناقشه العاديه الناس هتبتدي ايه تستنتج اللي احنا عايزين نقوله ان انت دلوقتي اصبح في مدخلات كتير قوي على عمليه الايه التربيه مدخلات كتير قوي خدت بينا من القيم اللي احنا كنا نعرفها عمليه تغير حصلت واحنا ما قدرناش نربط على القيم دي ونحافظ عليها ضاعت مننا القيم وده يسمى سوء اخلاق أكيد. او تسمى اصبحت قيم متحوله او احنا اصبحنا ما بنرجعش الامور للمرجعيه بتاعتها الصحيحه اصبحنا دلوقتي خلاص قيمة الصدق مش موجود قيمة الامانه قيمة التعاون مين يعني الحمد لله برضو في لسه موجود بس قيمة التعاون بقت قليله جدا اصبحنا ما بنشوفش فين المسؤوليه اللي عند الاطفال فين الإثارة اللي عند الأطفال؟ فين الاحترام؟ يعني الأستاذنا كان بيتكلم من شوية عن التوك توك عن شوف حضرتك الشارع عامل إزاي؟ شوف الألفاظ شوف اللي إحنا بنشوفه وبنعاني منه الكبير والصغير شوف الاستهتار اللي في الشارع كل ده يضبط إزاي؟ يضبط عن طريق إن كل جهة مسؤولة في المجتمع بداية من الأسرة بداية من المدرسة بداية من الجهات المسؤولة عن سن القوانين عن مراقبة الحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها يبتدي يكون في مسؤولية كل واحد يتقي الله كل واحد كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كل واحد يشوف ايه الخطأ ويصلحه طبعا ده اصبح كل واحد بيتتبع الربح انا بشوف ايه الربح وبعمله ما يهمنيش بقى ده يتعلم ما يهمنيش القيمة دي تكون موجودة ما يهمنيش ده ايه ابن ده مين ده يحصل له ايه خلاص اصبح كل واحد بيدور على مصلحته فده اللي وصل بينا ان القيم اصبحت ايه تحولت من قيم احنا كنا بنقدر نحافظ عليها وكنا بنقدر نحطها ضابط بالمعايير اللي اتفقنا عليها الناس كلها بتستند اليها ان الناس تخلت عنها بحجه ان احنا لازم نواكب العصر. طيب انا دلوقتي كأب وام انا علمت اولادي كل يعني كل القيم اللي احنا اتكلمنا وعلمتهم بطريقه تربويه وبطريقه علميه صحيحه. تمام. طب هو هيطلع بره هيتعامل مع ناس ثانيه انا ازاي احميه من الناس الثانيه دي؟ ما انا مش هغير المجتمع كله. تمام. انا عايز ابني انا لما اعمل كده مع ابني وانت تعمل كده مع ابنك وده يعمل كده وده يعمل كده هتبدا الدنيا تتظبط واحده واحده تمام. فانا اعمل ايه مع ابني علشان ما يتاثرش باللي بره انا خلاص ربيته وعلمته وخلاص بقى كويس اعمل ايه علشان ما ياخدش قيم سيئه من بره؟ بص هو هيحتك طبيعي بالمجتمع كده كده هيحتك هيبتدي يكتسب غصب او بمزاجي او غصب عني كده هيخرج بره طبعا. ده الطبيعي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اتابعها معاه هي الاصدقاء لان ده المدخل الرئيسي اللي هو اقوى من الاسره يكتسب منه الطفل ايه او يكتسب منه المراهق او حتى الشاب يبتدي يكتسب منه كل الصفات الجديده اللي ممكن اتحكم فيها ازاي يعني حضرتك تقصد ان انا اختارهم ولا هو أول يختارهم حاجة وانا اتحكم فيهم لو زرعت داخل الطفل وداخل ازاي المراهق ازاي اختارهم ازاي يختار صديقه
انا ازاي اتابع واعرف مين صديقه؟ ما احنا بنتكلم بقى ان هي بدايه. ازاي يحترم صديقه وانا ازاي انا اللي هختار له صديقه، وانا لازم اكون مساعد ليه. ما انا لو ما عملتش ده هعاني لما يكبر. صح. زائد ان احنا قلنا لو اضفنا كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من زرع القيم بتعيش. هو بيبتدي يعيش في صراع من جواه ان ازاي يتقبل ده او يرفض ده. اذا يفضل الصراع ده موجود لحد ما نعدي بيه، طبعا هنا لازم نحتويه بالذات في سن المراهقه. سن المراهقه ده بيبتدي تغيرات، حضرتك عارف، فسيولوجيه، تغيرات نفسيه، تغيرات ايا كانت التغيرات دي. ابتدي انا خلاص، احنا كنا بنتكلم سيدنا على الايه وايه وصاحبه ايه في السبع الاخيره، يعني علمه ايه لاعبه سبعا وايه وعلمه سبعا وصاحبه سبعا، اللي هي في اهم سبع سنين في حياته. نبتدي نصاحبه. شوف انت حضرتك ايه، نصاحب الطفل في العمر اللي هو من يعني سن المراهقه، نصاحبه من سن 14 سنه طبعًا مثلا. طبعا لازم تصاحبه، لازم تحتويه، لازم تسمعه كتير قوي. يعني لازم مقوله ان كبر ابنك خويه دي حقيقيه، يعني طبعًا لازم اعملها. طبعا اصل انت كده كده هو هيعيش مع اصدقائه. هو لو بص، انا هقول لحضرتك على قصه. في بنت كانت بتشتكي، انا مش عارف سمعتها في التلفزيون او فين، بتشتكي ان هي سابت البيت، هي لا عايزه باباها ولا عايزه مامتها، والموضوع ما فيهوش مشاكل كبيره حاجه، بس كل الموضوع ايه، هي في نفور من انها داخله البيت في 111 مرسوم على باباها، وفي مامتها زعيق ونرفزه، وطبعا ضغوط الحياه موجوده طبعا. فطبعا هي لا خلاص سابت البيت. طب نعمل ايه عشان البنت دي ترجع؟ لازم نحس نعدل بقى، يبقى ارشاد اسري بقى للاب والام. هي كبرت طبعا، ده غلط، ما ينفعش ان هي تعمل كده. بس برضو انا اشوف السبب ولازم اعالج السبب، اجيبها تاني وابتدي اتناقش. احنا قلنا الحوار ثم الحوار، ابتدي اعرف ايه المتطلبات، ابتدي اشوف الاصدقاء، ابتدي اهتم بحاجات باحتياجاتها مع ضبط كل الكلام ده بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. طيب انا ازاي دلوقتي الطفل وخاصه الجيل الجديد ده، ازاي يعني اعوده او اخليه يتعلم قيمه المسؤوليه؟ جميل قوي. الطفل هنا المسؤوليه دي عباره عن ايه؟ هو خلاص اصبح يقدر يقوم بالاعمال اللي كان غيره بيساعده فيها لوحده، من غير مساعده حد، لوحده. تمام كده؟ هنا بقى انا ازاي اخلي الطفل بقى يتعلم يعني ايه مسؤوليه؟ اول حاجه، لو انت حابب ان طفلك يكون مسؤول ويكون فاهم ويكون عارف خلاص ازاي يؤدي الادوار المطلوبه منه، خليه يشارك في اعمال تطوعيه. الاول ممكن نبدا بدري شويه طبعا، الطفل احنا هنجيبها طبعا من الطفوله، عشان خليه الاول يهتم يشارك في الاهتمام بنظافته، ازاي يغسل سنانه، ازاي يرتب سريره، ازاي ينظف حجرته، ازاي يبقى عارف النظافه الشخصيه حتى يعني. أيوة. ازاي طريقه الطعام، كل الحاجات دي مطلوبه. يكبر بيها يبتدي يبقى عارف قيمه الوقت مثلا، ازاي انا يعني هو مثلا رايح النادي، الوقت هو عنده لقاء مع صديق حتى وهو في الطفوله، احترم ده عشان تنمو عنده قيمه الوقت. فيبتدي هو طالع معايا في سن المراهقه، لا بيحافظ على تمرينه، لا بيقوم بدري، لا بينام في وقت معين، حتى وان كانت في بعض الايه الحاجات اللي بتشغله كتير قوي، زي الالعاب، زي يبتدي هو متعود. هو اتعود في السن اللي زرعنا فيه ده، مهم جدا، اتعود خلاص، عاش الحياه اللي هو اتعود فيها. انا اتعودت من صغري ان انا انام بدري، اصحى بدري، هتلاقيها عايشه معاك، هتبقى انت اصلا مع الوقت تيجي تنساها ترجع لك، تيجي تنساها خلاص، دي بطبيعتك بقت حاجه مغروزه جوه شخصيتك. هنا بناء الشخصيه من الصغر. طبعا هنرجع بقى نتكلم، كنا بنقول ايه، ان انا يعني انا برضو يعني دلوقتي انا عايز مثلا ازاي يعني اختبر الطفل واحطه في مواقف تخليه يتعلم المسؤوليه برضو. احطه في موقف ازاي؟ يعني انا اعمل له اختبار. جميل. احطه في موقف يعني ان هو يقدر يتعلم المسؤوليه من الموقف ده. هل في مواقف معينه ممكن احطه فيها؟ في مواقف معينه. هو انا لو خدت الطفل معايا وانا بزور احد الاقارب، هو ده مش موقف اجتماعي؟ زي زياره المريض مثلا، زي زياره يروح المستشفى معايا مثلا يزور المريض حتى وان كان غير قريب. هو انا لما اخده معايا في اعمال الخير او اعمال التطوع، هو يكتسبها مني انا بقى شخصيا. دي مواقف. احنا كنا بنتكلم عن الموقف في النقطه رقم 2، لما كنا ازاي نكتسب القيم. هنا في المسؤوليه بنمارس بقى المسؤوليه، المواقف بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، المواقف اهي. المواقف المباشره ان هو ازاي يعمل اعمال تطوعيه، ان هو ازاي يحافظ على قيمه الوقت، ازاي يبقى مسؤول عن مدخراته، ازاي يبقى مسؤول عن مصروفه، ازاي يقدر هو اصلا يحول زي ما بنقول او يدخر من مصروفه، ازاي اصلا يقدر يشتغل في وقت الاجازه. استاذن حضرتك معانا اتصال تليفوني. استاذ عمرو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك وضيفك الكريم. الله يخليك، اتفضل يا استاذ عمرو. لو سمحت، انا عندي ثلاث بنات.
وابتدوا يكبروا. فانا من صغرهم بخاف انزلهم الشارع يعني. سنهم كام سنه يا استاذ عمرو؟ سنهم كام سنه؟ اكبر واحده 13 سنه. تمام. و10 و9. تمام. حضرتك الناس بيقولوا لي لا خليهم ينزلوا يشتروا طلبات، بس انا شايف يعني التكاتك والنفس اللي في الشارع ما بقتش هي الناس بتاعت زمان. حضرتك خايف عليهم من المجتمع بره زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. بالظبط كده يعني، حتى مجرد ان انا اخليهم ينزلوا كيس ملح، كيس عيش، اي حاجه من الصيدليه اللي قدام العماره، خايف متخوف. خدت بال حضرتك؟ تمام. انا بصراحه مش عارف اخليهم يواجهوا المجتمع ازاي. تمام. تمام. بس. تمام تابعنا يا استاذ عمرو، تابعنا هنجاوب على حضرتك. هو احنا كنا لسه حاليا بنتكلم في الموضوع ده، بس برضه هو قلقان، طب يعمل ايه؟ هيضطر ان هو يعني احنا طبعا هو مش هيستسلم، بس الخوف ده مش مطلوب. الخوف بالذات في السن ده مش مطلوب، هي كده كده هتخرج، كده كده هتروح الجامعه، المدرسه، فيما بعد لازم هتكون شخصيه. احنا قلنا انا ما اخافش، انا ازرع كويس. انا لو قمت بدوري كويس مش هخاف. مش عايز اقصر، ان انا هو طبعا ممكن ما يكونش مقصر، بس انا لازم اجتهد، لان التربيه اصعب شيء في الوجود. التربيه محتاجه صبر، التربيه محتاجه كل حاجه ممكن حضرتك تقدر تقول صعبه موجوده في التربيه. مش سهله، مش سهل انك تزرع قيمه جوه طفلك او سلوك كويس جوه طفلك، بس المهم انك تعمل ده وما تخافش. وطبعا احنا في حاجات احنا غفلانين عنها، فين الدعاء، فين الصبر، فين الحب للاطفال. نشيل الخوف ونحط مكانه المصطلحات اللي احنا بنقولها دي، والدعاء والتربيه بالدين. التربيه بالدين دي مهمه جدا، انت لازم ترجع الطفل، لازم نرجع بالمرجعيه بتاعت زمان. احنا كنا واحنا صغيرين ده كان موجود على ايامي، كان موجود كتاب. هو احنا ممكن نرجع قيم زمان دلوقتي؟ طبعا، هي قيم زمان ما اتغيرتش، هي نفس القيم، القيم مكتسبه. المدخلات هي اللي اتغيرت. المدخلات اللي اتغيرت، احنا نسق. صح. دخل حاجات غيرت كل حاجه، احنا ما حافظناش على القيم. احنا سيبنا القيم، فما بقاش لينا، خلاص ما بقاش لينا رؤيه. بناء الشخصيه في الطفل بالذات في الطفل المصري ضاعت. في مجتمعات ثانيه قدرت تحافظ على القيم وتطورت، يعني في احدى المجتمعات العربيه قدرت تحافظ. يعني احنا مثلا نقدر نتخيل، مش عارف مسموح ان احنا نقول كده ولا لا، بس نقدر نتخيل ان احنا عندنا الحجاب بقى في مشكله ان احنا نتناقش حواليها. هنخش بقى في مواضيع، مش لا مش حجاب، انا اقصد كان يعني مش نقطه سياسيه وخلافيه دي. اكيد لا طبعا، بس احنا في زمان كده لو رجعنا شويه حضرتك في الافلام، حتى احنا بنشوف ده في الافلام. كنت ممكن تشوف الحجاب ايه في الافلام اللي هي البيشه دي، كان شيء طبيعي. صح. دلوقتي البرقع في تغير. ده تغير ايه؟ ده تغير قيم. ايه اللي حصل؟ في ميديا، في تكنولوجيا، في مدخلات خارجيه وداخليه، وي وي قول زي ما تقول. احنا سيبناها، مش احنا ما غيرناش قيم ولا اي حاجه، هي نفس القيم، هي نفس الناس، بس احنا اللي سيبنا القيم تتغير والناس نسيتها، فاصبح دلوقتي في حاجات احنا ايه ده، ازاي ده يحصل. طيب انا مداخله استاذ عمرو خلتني برضو عندي سؤال عايز اساله لحضرتك. هي القيم بتختلف من ولد لبنت وانا بعلمهم؟ اكيد مش هتختلف من ولد لبنت. انا لما بزرع جوه قيمه الصدق عن طريق قصه بحكيها له، بزرع جوه قيمه الصدق عن طريق ممارسه معينه، انا بكون صادق قدامه وانا عايش حياتي معاه صادق، ما بكذبش. لان انا لو كنت انا كذاب وبحكيه عن الصدق هيطلع غشاش. فلا، هي مش هتختلف. صح، حد يتصل بيا ابوه موجود، لا اقول له مش موجود. هو اتعلم خلاص، انت ضفت اليه قيمه سلبيه. هو عارف ازاي يغش ويكذب. واعتقد ان المكتسبات اللي هو بيكتسبها دي هي اكتر حاجه بتثبت في دماغه. صح طبعا، مهما علمته. ما احنا قلنا بقى بالطريقه المباشره بالكلام هيتعلم منها. احنا هي طبعا انت حضرتك قلت اربع خمس حاجات في الاول. بس اكتر حاجه اعتقد ان هي هتخلي تثبت حاجه، الحاجه تثبت عند الطفل ان هو يشوفني بعملها. طبعا انا لما مارس قدامه، يعني انا ما اشربش مثلا سجاير قدامه اقول له ما تشربش سجاير، بس ما ينفعش. اصل هو الشيء ونقيضه. انا شايفك بتعمل تصرف معين وبنهيك عنه، طب ما انت بتعمل ده. حتى هو ده اكيد هيقول كده اصلا، وهيقول كده الطفل هيقول كده. حتى لو ما قالوش مباشره، هو جواه في صراع، في مشكله. فانا اربي نفسي عشان اربيه. عشان كده بنقول ان الزواج مسؤوليه، ان وجود الابناء مسؤوليه، المجتمع كله عليه مسؤوليه. موضوع احنا واخدينه هزار عشان ما فيش متابعه، ما فيش رقابه، ما فيش قوانين.
طيب دلوقتي زمان يعني كان في مسلسلات زي يوميات ونيس زي بكارك، حاجات كانت بتعلم الاطفال الاخلاق، بس مع الوقت بقى الكرتون والمسلسلات دلوقتي يعني لو مش كلها هنقول معظمها كلها عنف. طب انا اعمل ايه في طفلي دلوقتي؟ ما هو قاعد لازم هيتفرج على التلفزيون. لا هقول لحضرتك على حاجه، انا في طفل كان متفوق جدا ومتفوق ما شاء الله يعني درجات نهائيه، والطفل ده ما شاء الله كان حافظ القران كله وكان سلوكه طيب جدا، سلوكه طيب جدا وشخص ملتزم جدا بينه وبين اصدقائه، بينه وبين في طريقه لعبه يعني مميز، في حاجه مختلفه عن ايه عن اقرانه وهو بيلعب. انت حضرتك حسيت في حاجه مختلفه؟ في حاجه سالته ايه انت بتعمل ايه ما شاء الله عليكم، قال لي عندي انا عايش حياتي عادي جدا، بلعب وبخرج وبروح النادي. طب ايه اللي ما شاء الله انت عايز تعرف هو وصل كده ازاي؟ اه قال لي انا ما عنديش تلفزيون في البيت، انا ما عنديش تلفزيون في البيت. مش ما عنديش بقى دعوه التلفزيون بقى في حاجات حلوه يقلب القناه والكلام اللي احنا عايشينه، انا ما عنديش تلفزيون وما عنديش نت في البيت. بس ده ممكن يكون هو الطفل ده الوحيد في مصر اللي ما عندوش تلفزيون. خلاص يبقى احنا هنا عرفنا عندنا مشكله، كله عنده تلفزيون دلوقتي. بص احنا لو ما واجهناش عنده تلفزيون، في حاجه اسمها المتابعه بقى، احنا قلنا المتابعه لابد المتابعه الوالديه موجوده في البيت، موجوده في المدرسه. عن طريق ايه بقى في المدرسه؟ عن طريق المفروض الاخصائيين الاجتماعيين يقوموا بادوارهم، الاخصائيين النفسيين يقوموا بادوارهم، يبقى في متواصل ما بين الاسره وما بين المدرسه، تواصل ما بين النادي اللي المفروض يكون موجود فيه اخصائي اجتماعي وما بين الاسره. الروابط دي كلها معموله بره في الدول بره، وسهله على فكره مش صعبه، ومش هتصرف فلوس ولا حاجه. انت كل الموضوع بتحط ضوابط عشان تطلع نشأة كويس. طيب انا دلوقتي هقدر اسيطر الكلام ده على بيتي، بس بره البيت طبعا. بره البيت ما احنا قلنا هي مسؤوليه مجتمعيه. احنا لازم نرفض. هي الموضوع بقى صعب ليه؟ حضرتك المدرسه ما بتقومش بدورها. حضرتك المؤسسات كلها اصبحت لا تقوم بدورها. طب نظبط ازاي الكلام ده؟ نبتدي كل مؤسسه، في مؤسسات بتقول حاجات صعبه شويه تتعمل. ما هو لازم تتعمل، ما هو لازم يكون في وقفه. احنا شايفين الوضع بايه؟ من سوء لأسوأ لأسوأ لأسوأ. بس لازم نرجع الموضوع تاني لاصله عن طريق الاستناد الى المقررات. المقررات اللي في المدارس دلوقتي لازم يضاف اليها زي ما موجود في دول تانيه زي اليابان. ايه هي الاخلاق؟ هل احنا كنا بندرس القصص واحنا صغيرين والاحترام والكلام ده كله؟ انا شايف المقررات برضو فيها تغيير شويه. احنا لازم نضيف تاني، نزود جرعات القيم، جرعات الاخلاق، جرعات التدين جوه المقررات علشان يطلع لي نشء كويس. ما هو مفيش حل غير كده. النشء ده هيبقى ماشي في الشارع جواه قيمه غير اللي بيشوفها، غير اللي بيشاهدها في البرنامج. ما هو الكرتون والافلام والحاجات اللي فيها عنف واللي فيها احنا شايفينها في تقليد رهيب ليها. طب نغيرها ازاي؟ ماليش دعوه. ازاي انمي في ابني حته صله الرحم والاهتمام بالجار او صديق مريض، او اشيل منه حته الانانيه بتاع ماليش دعوه دي؟ ماليش دعوه ده مشكله بقى تانية خالص. ده موضوع بقى ايه؟ هو برضو اكتسبه عن طريق الوقت، عن طريق ان هو شايف اللي اكبر منه شايف الماليش دعوه بتاعته هو كمان نفذها. هو دلوقتي ماليش دعوه يبقى هو مشغول بحاجه ثانيه. ماليش دعوه يبقى هو ما اتعلمش مسؤوليه اجتماعيه. ملوش دعوه يعني هو انت ما علمتوش ازاي يقوم بالادوار بتاعته المفروض يؤديها. مفيش حاجه اسمها ماليش دعوه، بس مفيش حاجه اسمها عنف، بس مفيش حاجه اسمها بالعافيه، مفيش حاجه اسمها انا لا خلاص ان انا ابتدي اعلي صوتي او ان انا اخد معاه اجراء. لازم هو كل شيء بيعمله يكون بيحبه، مع ان انا على قد ما اكون متساهل معاه على قد ما اكون ضابط معاه الامور عشان ما ايه بس ما يهربش. ازاي يعني ازاي يوصل للنقطه دي؟ ازاي ان انا ما اقدرش ان انا ما اضربوش، وازاي برضو ان انا احاول اخليه يعمل اللي انا عايزه؟ ما هو يعمل اللي انا عايزه. انا قلت لحضرتك ان انا لازم اكون عندي حلم. ابقى حليم. ابقى حليم جدا. ما انا قلت لحضرتك التربيه صعبه. طبعا تربيه الابناء صعبه جدا، لازم اكون حليم جدا معاه، صبور جدا معاه. انا بعتبر ان قدام ده شيء مش شيء مادي ليه خاصيه معينه اقدر احكم بيها واشكلها زي ما انا عايز. لا ده شيء جواه مشاعر، جواه احاسيس، جواه في زي ما قلنا حضرتك افكار، جواه اهتمامات، خصائص معينه تشكلت. فانا باخدها من حته بوديها في حته ثانيه. انا لو حد قال لي اعمل كذا بفكر مليون مره هعمل كذا ليه؟ وخصوصا ان احنا الطفل بيكون معظم الاطفال بتكون عنيده ليه؟ بتكون عنيده عشان خاطر حضرتك بتقول له اعمل واحد اثنين ثلاثه. طبعا دي اوامر، بحاول اتراجع عن الاوامر دي شويه. احنا عملنا حلقه كامله عن العند عند الاطفال. اه في البرنامج يعني. فانا بدي له اوامر، او ان انا مثلا هقول له واحد اثنين ثلاثه، هو بياخد الواحد اثنين ثلاثه بيسمعني وانا بنهيه عنها، بس هو هياخدها يجربها. صح. هو يعني حتى لو ما عملهاش قدامي هيجربها وانا مش موجود. انا طبعا شايف ان هو بيغلط قدامي، بس انا بقول ان هو وصل لمرحله الاجرام. ده عمل وعمل وعمل. لا هو بيجرب اللي انت او الجرب اللي شافه.
بس بعد كده يبتدي هو يضبطه، يحطه على فلترة المرجعية بتاعته اللي كسبها زمان، ويشوف ايه الوحش هيحاول ما يبقى. طبعا هنا لو مفيش متابعة ورقابة موجهة هيبتدي يغرق في السكة الطويلة بتاعت ان هو يفوق بعدين بقى اذا فاق، فلازم نتابع. طيب الولاد في سن المراهقة يعني بيكونوا عصبيين جدا، ممكن يردوا على الاب وممكن يردوا على الام، طيب ازاي الاب والام لو ده حصل يتعاملوا معاه؟ بصي العصبيه احنا كده دخلنا في ايه، في في ممكن في علم النفس ممكن تكون مكتسبه برضو. يعني ممكن يعني يلاقي مثلا بابا عصبي او والدته عصبيه يكون هو عصبي. لا مش كده. بص هي العصبيه دي بتيجي ان هو مثلا ممكن يكون في تمييز بينه وبين اخواته مثلا، ممكن تكون في غيره، ممكن بص قرب السن ما بين طفل وطفل ممكن يعمل المشكله دي. العصبيه ممكن يكون هو شخص ما انا ما بتحاورش معاه كتير، ممكن ان انا ما بسمعوش كتير، ممكن ان انا ما بحترموش كتير، فلا لازم اسمعه اشوف العصبيه دي جايه منين. ما هو متعصب ليه؟ في سبب، هو مش وخلاص، لا انا لازم اسمعه كويس جدا. طيب. هيفرغ الشحنه، هيفرغ الطاقه اللي فيه، هيبتدي هو مردوده افضل ان شاء الله. هي طبعا الحلقه انتهت ان شاء الله، واحنا استفدنا كتير جدا والله من كلام حضرتك، وكان في مداخلات وكان في تفاعلات من الناس برضو، يا رب نكون افدناهم وجاوبنا على كل اسئلتهم. انا سعيد بوجودي مع حضرتك. الله يخليك. وفي نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك ضيفنا الكريم الاستاذ عبد الرحمن عاشور الاخصائي الاجتماعي وباحث دكتوراه بجامعه حلوان. شرفتنا. شكرا يا استاذ، ربنا يبارك في حضرتك. وفي نهايه حلقتنا بنشكركم شكرا جزيلا، استنونا في حلقه قادمه من برنامج اولادي جننوني.